صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توجد في التسجيلات أصوات لبعض ما يحدث في باطن الأرض. ها؟ يقول أحسن عليكم: توجد في التسجيلات أصوات لبعض ما يحدث في باطن الأرض. يقولون يحدث فيش؟ في باطن الأرض. نعم. يقولون إنها أصوات أهل النار وهم يعذبون، فهل هذا صحيح؟ هذا الشريط اللي جاء من قبل ايش اسمه اليماني هذا الزنداني عفى الله عنه وعنه، هذا لا حقيقة له ولا هو صحيح. نعم.